أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما آمنت بالله العظيم وصدق الله العظيم والحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة القرآن ولولا هذه الكلمات التي تطمئن وتنزل ما يسمى بلغة البشر المصيبة على وقوعنا وكأنها الثلج البارد ربما لكثير منا لم يحتمل لكن نحمد الله على نعمة الإسلام يا أحبة. أنا طبعا هذه الجلسة بالنسبة لنا أخونا طبعا أنا يعني أعزي جميع البنات وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المتوفى. أنا حافظ نعيم بقول أبو نعيم لا أدري أبو إيش هو أبو عادل زكي الله يرحم رحمة واسعة أبونا الفاضل أستاذ عادل أبو زكي دائما أنا بسميه أبو نعيم لأنه الأقرب إلنا إحنا هم الذي نعرفه أبو نعيم فعظم الله أجركم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يغسله بالماء والثلج والبرد وأن يكفر عنه خطاياه وأن يرفع من شأنه بإذن الله وأن يجعله من أهل الفردوس. يا أحبة مجموعة رسائل على المستوى الشخصي من معرفتنا بأخينا نعيم أتحدث عن نفسي شخصيا رسائل على مستوى سنة الله سبحانه وتعالى التي أراد من خلال تشريع سنة العزاء وهي الجلسة التي نجلسها الآن هي لنا لأنفسنا ورسائل إن شاء الله بإذن الله تقربنا إلى ربنا أن الهدف الرئيسي من جلسة التعزية هي هو الأحياء نحن استمرت الأفكار وبديني أشياء كثيرة معلش بلاش أسا أطير المعنى سامحني الله يجزيك الخير ممكن أرد على أصل الفكرة يعني الله يجزيك الخير الرسالة الأولى يا أحبة لا نزكي على الله أحدا لكن أعظم الأحاديث التي ترفع من همتنا في خوفنا على المتوفى وهو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وكلكم يعرف هذا الحديث
الصدقة الجارية وعلم ينتفع به، والآن تركز على ولد أو ولد صالح يدعو له. أنا أعتذر عن تقصيري في معرفة باقي الإخوة، لكن أتحدث عن من أعرف. أخونا الحبيب نعيم منذ 5 سنوات وهو كالفراشة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة، لم يترك مجالا، جزاه الله خيرا، في نشر كلمة الخير إلا وكان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المجاهد. وصف النبي صفة للمجاهد قال: كلما سمع هيعة طار إليها. باللغة الشرعية كلما سمع هيعة، كان النبي يصف وصفا عجيبا لصفة من المجاهدين في الإسلام، هذا أجره لا يعلم به إلا الله، كلما سمع حي على الجهاد ينطلق بفرسه بغض النظر متى كيف ما الحالة التي هو عليها. أخونا نعيم الله يكرم ويبارك فيه ويجزيه الخير، كلما سمع هيعة فيها نشر للخير لمن يتحدث بكلمة خير، واعظ، دكتور، مدرس، درس، ضيف، قريب، بعيد، دائم، يسبق الجميع ويأتي. طبعا ليش عم بذكر هذا الموضوع؟ ربما هو لا يحب أن أذكره، ولكن صلى الله عليه ورحمة الله ورحمته يا رب. سبحان الله، هاي الحالات الواحد يتذكر أمواتنا جميعا، كل الله يرحمه ورحمته واسعة. أذكر أنه كان لا يترك محاضرا ولا مدرسا ولا خطيبا إلا ويأتي ويسجل له ويرجع إلى البيت ويقوم بالداونلود من الكاميرات والموبايلات والأبلود والنشر والمواقع بعشرات الساعات، التي لو أردنا أن ندفع فيها مالا والله لدفعنا فيها الآلاف، يقوم بها مجانا. أذكر أني سألت قبل 5 سنوات تقريبا، أو عندما تعرفت عليه، الله يجزيه الخير، أنتما الله يجزيك الخير، قلت يا من غلبك كثير يا أخ نعيم، بيقول لي بما معناه؟ قال لي: أنا أقوم بهذا صدقة جارية لأني لا أدري بعد مماتي هل ستصلني الحسنات. فبقول: المتوفى رحمه الله أنا لا أعرفه ولم ألقه في حياتي، بس علمت أنه تعدى 90 سنة، لكن رأينا أحد أولاده وما يفعله وفي ميزان حسنات المتوفى، أنا أذكرها من باب البشارة. طبعا هذه الجلسة يا أخوة هي استغفر الله، هي تذكير لنا يا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين مخيفين بالنسبة لي على الأقل، أولهما الأقل إخافة، قال: قد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60. هذا لنا الآن، أخاطب نفسي وإخواني الآن، يعني بمعنى من وصل 60 ولم يرجع إلى الله فقد سقط عنه أن يكون معذورا إذا وقف أمام ربه يوم القيامة بأن الله لم يعطه فرصة.
فهذا الحديث كان خفيفا علي حينما تعلمته قبل حوالي ربما 30 سنة، ثم فوجئت وفوجعت بالحديث الآخر الذي قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أعذر الله لامرئ بلغه الأربعين. أنا الآن 56. حديث مخيف يا أحبة. هذا لنا أنه سبب من أسباب مثل هذه الجلسة أن نتذكر أنه أعظم حقيقة في الدنيا هي حقيقة الموت. حقيقة الموت أعظم وأقوى على النفس البشرية من حقيقة وجود الله نفسه، خالق الموت وموجد الموت وموجد الحياة. هناك كثير ممن ينكر وجود الله وينكر حق الله وينكر عظمة الله. ما أحد يستطيع أن ينكر الموت، ما أستطيع، أعظم وأقوى حقيقة. لكن الحمد لله عزاؤنا أن ديننا واضح، عندنا تصور واضح بفضل الله علينا. حينما ننتقل من هذه الدنيا إلى أين سنذهب؟ وما الذي سيجري معنا ولماذا؟ وهذا ما يخفف عنا. واحدة من هذه البشارات وولد صالح يدعو له. بالنسبة لنا إحنا الموت هو بوابة انتقال، بوابة انتقال من هذه الدنيا إلى عالم الآخرة. ودائما ربما بعضكم سمعتموني هذا الذي لابد أن أكرره دائما، أحب دائما أتحدث عن نعيم القبر، أحب أن أتجنب الحديث عن عذاب القبر. الآن المبشرات، خاصة نحن نتحدث عن مؤمنين، نتحدث عن صالحين، نتحدث عن ناس أفنوا جزء كبير من أعمالهم في عمل الخير والصالح. الآن وقت البشارة، الآن وقت البشارة. وأكرر وسمعتموه مني لا كتذكير لنفسي ولا أحبتي، أعظم البشارات في القرآن الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. طلعوا، أسأل الله أن يكون والدنا رحمه الله أبو زكي اليوم ممن طبقت عليه هذه الآية، أسأل الله. من أعظم البشارات: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تخيلوا مجموعة من الملائكة، تنزل وليس واحدة، ترحيب في هذا الضيف القادم على ربه. طب ما الذي كان مطلوبا منه حتى يحضر لهذه المكانة؟ قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هو مش معقد أبدا، هذا رسالة لنا يا أحبة، هذه رسالة لنا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من هؤلاء، ونذكر أنفسنا بما قال الصالحون من الصحابة وغيرهم. الحسن البصري عبارة تنسب له مشهورة، كان يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. لذلك أنا شخصيا أتحدث عن استغرابي، لا من باب الحلال والحرام، الآن فكريا وعقديا أستغرب عمن يحتفل بعيد ميلاده وهو لا يصلي. أستغرب، لأن الاحتفال بعيد ميلاد يعني أني قد اقتربت سنة إلى القبر بالمعنى الرياضي، بالمعنى البدني. فأنا أستغرب ممن يكون منقطعا عن الله ويحتفل بعيد ميلاده، وكأنه يقول: أنا أحتفل بأن اقتربت من الموت وعلاقتي برب الموت ما زالت غير جيدة. هذه رسالة لنا ولي أنا أولكم، ورسالة قبل الأخيرة التي نختم بها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد عنه أنه كان قد يلبس خاتما منقوشا عليه: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الحديث بالروايات الثلاث، قال: أكثروا من ذكرها دين اللذات، بالدال من الهدم، وأكثروا من ذكرها ذم اللذات، بالذال بمعنى القاطع، وأكثروا من ذكرها زم اللذات، بالزاي بمعنى الهزيمة، فهو يدمر ويقطع ويهزم اللذات. وأكبر سبب يجعلنا نقصر في حق ربنا اللذات. لذلك ذكر الموت مثل هذه الجلسات يا أحبة يؤدي إلى أمور كثيرة جدا جدا. ربما واحدة من الأسباب التي جعلتني يعني
يعني تنزل دمعتي أني وأنا أتحدث تذكرت في يوم جنازة خالتي والدة أمي رحمها الله قبل حوالي 15 سنة. كنت أقف بالمقبرة وأعطي موعظة الدفن، فقلت عبارة هكذا يعني من سياق الحديث بعفوية، قلت كذا كذا كذا، ذكرت نفسي وإخواني وقلت لا ندري لعل أحدنا ممن يقف الآن ويسمع كلمة لا يصل إلى بيته. وصلت إلى البيت، اتصل بي أخي قال لي فلان اللي كان واقف معك بالمقبرة لم يصل إلى بيته. قلت سبحان الله، فتذكرت هذا الآن، يعني إحنا الآن أنا عم بقف عن بعض، وتذكرت حديث أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين، أعذر الله إلى امرئ، أنا عم 56 سنة وربما من الوجوه كثير ومن الموجودين فوق 40، أعذر الله إلى امرئ بلغه 40. لذلك هي جلسة دعاء واستجلاب رحمة وبشارة وتذكير لي أنا ولأخي، أخي نعيم الذي نحبه في الله وأسأل الله أن يكون جميع حسناته. ما في منا أحد، ما دمنا ما زالت أقدامنا تمشي على الأرض إذا نحن ملفنا لم يختم بعد، لا ندري أختمنا بالصالحات أم بغيرها. جلسات العزاء هذه يا أحبة فيها خير عظيم جدا، لأنه كثير منا فيه خير عظيم، لكن يحتاج كما يقول الإخوة المصريين يحتاج إلى زقة دفش. بعض الأحيان قد يكون متشاجرا مع إخوته الأشقاء منذ سنوات على أمر بسيط تافه، عزمتي على عرس، ما عزمتي على عرس، زعلتك زعلتني، مرتك كشرت بحماتي قبل 50 سنة، مش عارف، بتصير موجودة في ثقافتنا. جلسة عزاء بتطن القلب، تأخذ قرار فيها بتطلع بتصالح. قد يكون إنسان بعيدا عن والديه عاقا لوالديه، يرى مثل هذه الجلسة بروح صالح. إنسان غير مزكي لا يدفع الزكاة منذ سنوات، بيطلع بزكي، بياخذ قرار، حتى لو خرجت روحه عند الباب وقد اخذ القرار بالتزكيه باذن الله يكون الله يحاسبه على نيته. انسان يحضر العزاء ولا يصلي، جزم توبه الى الله بالصلاه خرج، فخرجت روحه يحسب له وكانه حسب نيته. لذلك هذه الجلسات فيها بركه يا احبه، وباذن الله اجر ما يحصل فيها كله في ميزان المتوفى الذي اجتمعنا لاجله، وميزان من تسبب في هذا الموت مثل أولاده الكرام الله يجزيه الخير، لولا مكانتهم عندنا لما اجتمعنا. وهذا من البر ومن صلة الرحم ومن حسن الجوار، وهذه كلها معاني إن شاء الله نجتمع عليها. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحمنا نحن جميعا بإذن المولى عز وجل، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مقصرا أو مسيئا فتجاوز عن إساءته يا رب العالمين، وارحمنا وارحم بنا واهدنا واهد بنا يا رب العالمين، وكن مع أهلنا في فلسطين المستضعفين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا رب العالمين، واغفر لهم جميعا يا الله، واشف جرحاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين. يا الله واخذل من خذلهم، وافضح وانتقم من كل من خذلهم وهو قادر على نصرتهم يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، رحم الله المتوفى، عظم الله أجركم أحبتنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور معاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، دكتور معاذ تفضل. وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلونا اينا احسن عملا، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من في فقده عزاء لكل من فقد،
ورضي الله عن الآل والأصحاب الذين علمونا كيف نصبر في حالات الفقد وفي حالات المصائب، وجعلني الله وإياكم من السائرين على دربهم، ورحم جميع أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، وأنا أسير في هذا الطريق ليحضر عزاء أخينا الأخ نعيم حفظه الله، الذي عرفته منذ أكثر من 10 سنوات مرابطا في هذا المسجد، حريصا على نشر كل فضيلة وعلم وفائدة. كم صحيفة والده تحظى بمثل هذه الأعمال؟ هنيئا لوالده، فعظم الله أجره. هذا ينابت ورحم فقيدكم وأحسن عزائكم، وجعله المتوفى جعل المتوفى في أعلى عليين. ثم إنني أيها الإخوة الأحبة، كلما قلت في حال وفاة إنسان رحمه الله أستحضر بعض مظاهر الرحمة التي يتجلى الله عز وجل بها على عباده. من هذه المظاهر مثلا صورة رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مشهد عظيم بين العبد وبين ربه، يتجلى فيها ربنا تعالى بالرحمة على عباده. هذا الموقف رواه سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وفي رواية: يصاب برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يخلص أي يميز ويختار من بين الناس، يصاح به أمام الخلائق ليشهد الخلق رحمة الله عز وجل. فإذا بالعبد يقف بين يدي ربه ومولاه يوم حساب ولا عمل، انتهى العمل، فيقف فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر، والسجلات فيها ماذا؟ ما أعلم. كل لفظة وكل قول وكل عمل دون في هذه السجلات 99 سجلا، كل سجل منها مثل مد البصر. لاحظوا أيها الإخوة رحمة الله عز وجل، فيقول لعبده الضعيف: أتنكر من هذا شيئا؟ يسكت العبد، يقول الحق سبحانه: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب، إقرار للذنب، ولا يخفى شيء فعله أو قاله على من أحاط بكل شيء علما. ثم يقول الله عز وجل لعبده، ولاحظ رحمة الله: عبدي لك عذر. ما أعظم رحمة الله عز وجل، لا يأخذ بالذنب مباشرة، ألك عذر؟ هل لك بعض الأعذار التي جعلتك تقترف بعض الأذنب؟ هل لك أعمال صالحة تستطيع بها أن تكفر هذه السيئات؟ فيقول: لا يا رب. وهذا يدل على أن السجلات ماذا فيها؟ معاصي ومنكرات وأخطاء. فيقول الله عز وجل وقد رأى عبده قاطعا مستسلما: إن لك عندنا حسنة وإنه لظلم اليوم، قم احضر واشهد وزنك فتخرج له بطاقة. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة أمام السجلات؟ فإذا بالبطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول الله عز وجل: اشهد وزنك فإنه لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله في كفة أخرى، فتطيش السجلات. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. ما أعظم رحمة الله عز وجل، ما أهنأنا أننا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأننا نحظى بهذه الرحمات. أخبرنا بذلك الصادق المصدوق، نحن لا نتكلم عن هوى، نتكلم عن شيء ورد إلينا بسند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله، فإنها أعظم الذكر وإنها أجمل الذكر،
وإنها أعظم الأجر وإنها المخلصة يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقاك. اللهم اجعلها سببا لنا في المغفرة والرحمة، وسببا في دخول جناتك جنات النعيم. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم ميتنا ومن كان هذا الاجتماع بسبب، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اطب بأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فيما جرت فيه المطر. اللهم احقن دماءهم وارحم شهداءهم وأمواتهم، واجمع كلمتهم على ما يرضيك. اللهم أمن بلادهم واكفهم شر أعدائهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم سوءا فخذوا أخذ عزيز مقتدر. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. جزاك الله خير. الله يكرمك. الله يسعدك. الله يجزاك خير. جزاكم الله خير دكتور. الله يكرمك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. جزاكم الله خير دكتور معاذ بيروني شيخنا الحكيم. جزاك الله خير دكتور امجد. الله يبارك عمرك يا رب. وان لست في مقام لا وعظ ولا تذكر، انا في مقام مسانده اخويه ومحبه قلبيه مني ومن كل الحاضرين لاخونا الحبيب أخ نعيم بنات وكل إخوانه وأولاد عمومة وأهل بنات عموما ما شاء الله، الذين أعرف معظمهم وهم إن شاء الله من أهل الخير وأهل الصلاح. هذا أفضل ميراث يعني يترك الإنسان بعد وفاته. بس حبيت أحكي خصلة واحدة يعني إن شاء الله حكوها مشايخنا، لكنها ستكون بإذن الله في ميزان حسنات المتوفى رحمة الله عليه أبو زكي، وذكروها المشايخ لكن أنا أذكرها بتفصيل أكثر حتى تكون قدوة إلنا ولأولادنا. أخونا الحمد لله نعيم بنات، أنا ما شفته بيخطب خطب جمعة، ولا شفته بيعطي دروس، ولا ألف كتب، ولا دخل الإسلام فيما أعلم دخل الإسلام عشرات أو مئات من الناس، لكن هو أحرص من رأيت في حياتي وأنا طفت البلاد يمنة ويسرى شرقا وغربا على نقل العلم، نقل الطيب وبإخلاص ولوجه الله. فكل ما أروح على مسجد في خطيب مشهور أو قراءة طيبة بأجد الشيخ نعيم بكاميرته وبأدواته تارك شغله تارك بيته تارك أولاده ورايح يصور ويبث، مش بس يصور يبث، ويتقن في التصوير والبث، ويحرص على المشاهدات، ويحرص على الجودة، ويحرص على أنه تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين. هذا العمل يا جماعة الخير قد نراه صغيراً في بعضنا لا يقدره. أنا بقول لكم أنا يعني من فترة صرت أزور كثير مساجد في أمريكا وفي كندا بنوع من أنواع عملي فاندريزين ومساندة بعض المشايخ في أعمالهم وإيفنت مانجمنت. كثير من أغلب مساجد كندا وأمريكا لا يوجد تصوير دائم لخطبهم، وهذا يقعهم في مشكلتين. المشكلة الأولى دعوية، فهم علمهم محصور على من هو موجود فيزيكالي جسديا لا يخرج. المشكلة الثانية قد يتهموا بشيء لم يقولوه، فبعمل واحد لم يطلب منه ارتجله وتطوع به أخونا الحبيب نعيم في هذا المسجد الطيب ومساجد كثيرة أخرى، الفلاح، هالتون، إسنا، وآي سي سي أو، وين ما تروح حوالين جي تي اي تجد أخونا نعيم بكاميرته جاهز. هذا برضو يحمينا من الناس المتربصين اللي ممكن يتهموننا بما هو ليس فينا، او احنا الحمد لله نحرص ما على قدر المستطاع ان احنا نقول الشيء المعتدل الصح اللي بيعملش ان شاء الله ضغوطات على المساجد. فهذا العمل احببت اني اقول ان هو من الاعمال المحسوبه ان شاء الله لوالده، لانه اكيد في جزء من التربيه هي اللي خلت اخونا نعيم حريص على هذا الامر. قيمة العملية وقيمة الدعوية عالية جدا 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 جدا، لدرجة أنه يصر على الخطيب بيجي وراء بيجي كلمة يعمل لك مقتطع صغير بالعربي مرة بالإنجليزي مرة، ويجتهد في الإخراج بشكل جميل جدا جزاه الله خيرا.
فيعني من باب الدال على الخير كفاعله. أتمنى من أي أحد عنده موهبة عنده قدرة على خدمة الإسلام والمسلمين في أي مسجد يصلي فليقدم ذلك، لأنها هذه زكاة عنه وعن حياته وفائدة قد لا يراها في حياته لكن يراها إن شاء الله في حياته وبعد مماته. فهذه حبيت أذكرها لأني أنا تعلمت منها كثير، لدرجة أنه حكيت له يجب أن نكون فريق ونأسس ناس بيعرفوا ينقلوا هذا العلم الطيب على مستوى كثير كبير، لأنه إذا بيت الشر مرض ولا سافر نفتقد هذه المهارة الطيبة. جزاك الله خير عنا وعن المسلمين، وهذا في ميزان حسناتك وميزان حسنات الوالدة والوالد والإخوة وكل من دعمك وساعدك في هذا الأمر. بيحضر ما شاء الله الخمس خطب، الست خطب، السبع خطب، من أول خطبة لآخر خطبة جالس ما شاء الله مرابط. وأي إيفنت بيحصل الله يجزيك الخير، يعني لا تكفي الكلمات، بس من باب وأنا أعرفك ما تحبش الشهرة وما تحبش المشهد والجندي مجهول، لكن لا يجهلك الله ولا تجهلك ملائكته، وهي فرصة لنشجع أنفسنا على أنه لا نستقل من العمل ولو كان تصوير، شوف يعني ولو كان خدمة من أي أنواع. بالعكس جزاكم الله ألف خير، يعني ونحب وقت الله وباء الشيخ، وشفنا ما شاء الله الجنازة اليوم في يعني تشهد على قيمة العمل اللي انت بتعمله، وإن شاء الله في ميزان حسنات والديك، واللهم اغفر لهم وارحمهم، وإن شاء الله نجتمع معهم في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. آمين رب العالمين، جزاكم الله خير. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most compassionate, the most merciful, praise and thanks are due to Him and peace and blessings we have on His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He who is guided by the will of Allah, no one can misguide him, and he who is misguided, no one can guide him except Allah subhanahu wa ta'ala. We do bear witness that there is no God but Allah and Muhammad is His messenger. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Respected brothers, Jazakumullah khair for coming. We said many things in Arabic. Many messages by Dr. Mu'adh Zahra Akhira, Dr. Ahmad, and I by myself. But one of the most important things that we all highlighted, that you know, the very well-known hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, which is in the matter of Adam, if the son of Adam passed away, all channels of deeds of rewards will be completely closed except from three main gates or three main channels. One of them is the continuous sadaqah, the sadaqah jariyah, or the beneficial knowledge, or waladun salihun yad'ula, you know, righteous son or daughter that making dua or doing good deeds, the ajr will come to him. And there's a consensus for everyone who spoke. Dr. Mu'adh 10 years ago, Abu Ahmed Morgan more than 10 years ago, I myself 5 years ago, we all agreed on something, that our brother Naeem, who's one of the sons, and he has a lot of brothers, mashallah, every one of them, Allah knows what kind of khair he's doing. They are part and they are the fruits of, may Allah subhanahu wa ta'ala send his mercy on our father, Abu Zaki al-Manat, and we were focusing in specific about the amazing dedication since many years. Wherever you go, he's doing his best to record and to broadcast the khayr. Allah subhanahu wa ta'ala in a very beautiful hadith, he said, إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي السَّمَاءِ وَالْحُوتَ فِي الْبَحْرِ وَالشَّجَرَ وَالْحَجَرَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِينَ نَاسِ الْخَيْرِ. He said, angels, the stones, the fish, you know, which means everything you can imagine, they are asking forgiveness and doing dua for the one who is spreading the khayr or teaching the khayr. He said, mu'allimin. Now, Dr. Yasser said something, I'm trying just to conclude some of what has been said, I was asked to say in English. He said something that, okay, Brother Naeem is not qualified as a alim, yes? But he is publishing every single word of tens of ulama in the area of GTA for the last maybe 10 years or more. I witnessed since 5 years continuously. And at the time of the COVID, when we were having a lot of restrictions, we had to do some kind of about 10 or 12 khutbah or 7 khutbahs. He used to be here every khutbah to broadcast live. We never know
how many hundreds or thousands of maybe millions they got benefited from tens of mashayikh and ulama because of the publishing that he's doing. And finally, he's doing this with perfection. وَاللَّهِ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا أَحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلَ الْآيِ يُتْقِنَ. He's not just recording, no, no. He's recording and editing with the top quality. The end result, نَشْرُ الْخَيْرِ, spreading the khayr, spreading the ilm. And we are, if there's something that we should be proud of as Ummah al-Islam, that the ilm. And our first ayah was revealed to Prophet Muhammad, the first word was iqra. It was not u'bud or usjud, it was iqra. Because through the knowledge, you will be a true abid, you will be a true worshiper, a true submitted to Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the things. And I myself, when I spoke a few minutes ago, I said, I always would love in these occasions to highlight the most beautiful, at least from my point of view, ayah, which is إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Allah is describing part of what will happen for the Muslim, the one, and Allah was not speaking about a mu'min, about a Muslim. Let's be frank now. You're not talking about anyone who has a white heart, he's just a nice person. No, no, no. The one who submitted himself to the will of Allah. That's why Allah called our religion not Iman, he called it Islam. Which means, وَمَنْ أَحْسَنْ قَوَّى مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. The glad tidings, when I highlight, when I'm proud of my identity as a Muslim, not as a mu'min. Because by default I should be a mu'min. Forget this. It's beyond discussion. Am I a Muslim or not? If I submitted, Allah is promising you and me and all of us, and may Allah, inshallah, let every single person of us be from this. Allah said, those people who submit themselves to the will of Allah subhanahu wa ta'ala and they follow the straight path, when they are approaching the death, approaching the moment of meeting with the angel of death, Allah said, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ وَلَا. Allah will be sending in groups of angels. Their only job is to welcome you to the next phase of your existence. From the worldly life, welcoming you like the حرس الشرف شو اسمه؟ Honorary God. I think you know the political, you said the honorary God. It's exactly like this. They are welcoming us to the عالم الآخرة. May Allah subhanahu wa ta'ala let our father Abu Zaki be from those, inshallah. And may Allah enable every single person of us to be from those. It's not complicated. It's just قَالُ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّا اسْتَقَامُوا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Which is in brief some of what has been highlighted in the last few minutes. جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Bye. سبحان الله. يعني still brother Naeem with his emotional stress as someone who just lost his father, he's still concerned about spreading knowledge, and he wanted me to translate. Try to translate or summarize the small mawida of Dr. Mu'adh al-Bayyinun jazaahu Allah khair about hadith al-bitaqa according to what he said, he described it. So it's so simple that Yawm al-Qiyamah, one of the scenes that Allah Azza wa Jal has described through the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Yawm al-Qiyamah a man will come and he will be shown his books of deed books, everything he done in his life will be in front of him, so obvious and exposed. And every single detail that, and sadly, most of it is bad deeds, are bad deeds. So this man, standing in front of Allah Azza wa Jal, so shy, ashamed of his life, hoping that he disappears, because the books that is exposed in front of him shows only
bad deeds, full of wrongdoings, full of haram doings. And then Allah Azza wa Jal asked him, and I'm trying to translate in English, it's not word by word, but the meaning is there something that you have done that we didn't mention here? So something that you would defend yourself with or put in front of the people? Hasana, maybe that we forgot to show. He said, no, Ya Allah, everything in the books, I agree I've done, and there's nothing I can remember that I can defend myself with or I can gain any hasana of. But Allah Azza wa Jalla said, this is the judgment day, and justice will prevail like never before. Justice will prevail like never before. He said, there is one hasana that I have for you, and come to your balance, mizan, and you will witness what will happen. He said, Ya Allah, what that hasana or that small card that you are telling me about would do compared to these tons of books full of bad deeds? And Allah Azza wa Jalla told him, just witness, just see. Subhanallah, all the bad deeds were put on the left of the balance, mizan, and that one bitaqa, one card, one hasana is on the right side of the balance, of the mizan. And subhanAllah, it weighed the whole sayyad. It weighed, it won. So he's saved. But then when he said, what is it there in that bitaqa? What's this, what's that thing that I did I don't even remember of doing? He said, it is your saying and committing to La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Just by believing that there is no God worth worshipping except Allah sincerely, without committing any shirk, of course, and believing that Prophet Muhammad is the last and final messenger, that by itself did weigh all the other bad deeds, subhanAllah. And it's a glad tiding news for all of us that if you sincerely believe that in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, and of course, this has to reflect on your life. You know, we should not commit something that would work against this tawheed. So this is the summary, and I'm not alim, I'm just translating. It's very, very, subhanAllah, important for us to learn that Allah Azza wa Jal is always the most merciful, the one that will always, anything you do of good deeds, whether for you it's a big deal or a small deal, in the eyes of Allah, if it's sincere, it will be there for you, Yawm al-Qiyamah, Jazakumullah Khair, to protect you from the hellfire. May Allah make us among all those who sincerely believe in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, act upon it, reflect upon it, and keep it, and convey it to the whole world. Ameen, Ya Rabbil Alameen. دي على العشاء؟ اوكي. أشهد أن محمد رسول الله.
تعمل له فوكس على نفس الموضوع. الله يجزيك الخير. طرف على الباب. هيا للصلاة. My grandfather died, and I was talking to my father, and I told him, my father was a manager somewhere, a high manager, and my grandfather was an electrician, simple electrician. And I told him, father, do you miss your father? And he said, yes, but you're so much knowledgeable than him. You have higher rank, higher knowledge, higher information than him. And he looked to me and said, I remember it like today. He told me, one, he's my father, he's the most honest person I know. Two, when he give you advice, you're 100% sure it's for you. 100% sure it's for you. Three, he's teaching you everything he knows. Four, you're the only one, I'm the only one that he wants me better than him. No one in the world wants you better than him more than your father. Five, he's giving you me the insurance that if he's good, I will be good. I said, what? What insurance? You remember Surah Al-Kahf? وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Remember, he is the one. Six, remember that I have his name. I have his name. Seven, remember my son. And he's teaching me, really I'm telling you what I heard from my father. Remember that he is the safety net. Wallahi, when he came, my father came to me here, I used to check the doors, check the windows here. Check the windows. When he comes in, I feel safe. I'm not sure why. He's an old guy. He will not do anything. I have an alarm. But I feel safe. He's here. He's here. He's old, but he's here. He's beside me. Really, I know the feeling is from the father. Always when we talk about the mothers. But the father is safety. The father is taking care of the money, taking care of the house, controlling, making sure that you are the friend of your son and daughter. He is there for you. Today we buried my brother and my father of Naeem and Zaki. And I saw him so many times. He's a very nice guy. MashaAllah, may Allah bless him and make his hasanat more and more. InshaAllah, and accept him in Ali, inshaAllah. And change his sins, if he have sins, to hasanat, inshaAllah. But with that being said, now his book is closed. His book is closed. And I will not tell Naeem or Zaki. I'll tell his son Omar and Zaki's son and daughter and Naeem's daughters, you pray for your grandfather. You pray for your grandfather. Make sure that you raise your hand. And if any one of us here, his father died or father is alive, make dua to him. Extra dua to him. To the father, definitely the mother. I'm not sure I'm getting the mother, but I'm talking today about the father. Definitely. Make extra dua to him. He deserved that. He deserved that.
he is the most one that he loves you more. If you don't feel that, think about it again. You have his smile. You have his talk. You have his walk. And you have him always taking care of you. When everyone in the world running away from you, he's running towards you. Taking care of you, making sure you are in the best status. Always make extra dua to your father and mother. Always make sure that you raise your hand whenever you remember. Teach your kids to remember. This is my two things to everyone here. Think about it. And think about your father. And I'm asking my brother Naeem and Zaki, remember your father all the time. I know today you remember him, tomorrow the time will come, and after tomorrow, it will take time to forget. That's our human body saying that. Then what should you do? I'm teaching everyone. Between the sujood, I'm telling everyone, between the sujood, you say Allahumma ighfirli wa li walidayya wal muslimin ajma'in. In each prayer, some of the ulama saying, if you don't say it, you have to do sujood sahw. Because it's mandatory, but I'm not saying that. Okay? It's a weak thing. Then you always remember them. Make them in your dua. Always. Because they deserve it. Without them, Allah created them for you. Think about it this way. Because of them, you were there. وَخَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَالْوَالِدَيْنِ. The only wa بِالْوَالِدَيْنِ. عطف العطف على الله سبحانه وتعالى. Take care of them. My condolences to you. May Allah bless him, inshallah. Allahumma aghfir lahu warham. Allahumma aghfir lahu warham. Allahumma aghfir lahu warham. Allahumma thabbithu fi as-su'al. Allahumma thabbithu fi al-qabr. Allahumma thabbithu fi al-qabr. Allahumma ij'al amalahu khalisan liwajhika al-karim. Allahumma aghfir lahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu min as-salihin. Allahumma ahshurhu fi jannati al-firdaws ya rabbal alamin. Allahumma ij'alhu likitab al-akhir bil yamin wa lis-salati min al-abirin wa al-jannati min al-dakhirin wa li-hawd sharibi hawd nabiyyika min al-sharibin wa al-jannati al-firdaws min as-salihin. اللهم الحقه بنبيك كما آمن نبيه ولم يره. اللهم الحقه بنبيك كما آمن نبيه ولم يره. اللهم الحقه بنبيك كما آمنوا به ولم يره. اللهم اجعلنا جميعا في زمرة الصالحين واغفر لنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اليوم وترى منظر القبر ومعظمكم كان هناك اليوم يعني موقف فعلا تقشعر من الأبدان يعني الإنسان يضطعن. ولذلك كان عبد الله بن عباس في جنازة وقال الرجل اللهم اغفر لي رافعا بها صوته فقال له لا غفر الله لك يعني اثبت هذا الموقف موقف عظة وعبرة يعني تذكر هذا الوقت واستعد لهذا اليوم يوم الرحيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني نضطعن جميعا بهذه الأحداث تذكر الموت دائما ونتواصل فيما بيننا لأن إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث ومنه ولد صالح يدعو له. فهذا الأمر زي ما كنا حتى فضل من شوية نحن نتذكر دائما أباءنا وأمهاتنا حتى لا تنقطع أعمالهم من دعوة الابن الصالح أو شيء يعني سبحان الله موضوع الأوقاف إحنا غفلنا عنه لكن أن توقف يعني أو يوقف جزء من ثروة المرحوم رحمة الله عليه لأعمال الخير والبر حاجة دائما تمام فيكون هذا من البر الدائم والعمل الصالح الذي لا ينقطع وكلنا نستعد لهذا العمل. إحنا عنا دائما ننتظر حتى نموت وبعدين عايزين نتبرع وعايزين حد يعمل شيء فينا. إحنا من الآن أنت لماذا لا تقوم من الآن بجعل وقت توقف جزء من مالك ويكون للأعمال الخير والبر حتى الموظف الذي ليس لديه ثروة كبيرة لديه مرتبه أنت الوقف يعني أنت ومرتبك أنت الوقف لما تقتطع جزء منه كل شهر وإن شاء الله 1% وتقول هذا وقف عني وعن صحتي وعن مالي وعن أبنائي وزوجتي بحيث يكون هذا العمل عمل مستمر دائم. فسبحان الله هذه المحطات التي تحدث في حياتنا بالموت هي شيء مهم ان احنا نتوقف في رحله الحياه السريعه التي تاخذنا ونعتبر ونفكر
ماذا أعددنا ليوم الرحيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ندعو جميعا إن شاء الله. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم وسع له في مدخله، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم تقبل حسناته، اللهم اغفر له سيئاته. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين أن تجعل هذه الليلة أسعد أيامه يا رب العالمين. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم لقنه الجواب، اللهم شفع فيه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأورده حوضة واسقيه بيده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم أعطيه كتابه بيمينه، اللهم أسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا إلى أبينا آدم وأمنا حواء، واهد ذرياتنا إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. نسألك بقوتك يا قوي أن تقويهم، وبعزتك يا عزيز أن تعزهم، وبكرمك يا كريم أن تكرمهم. اللهم تولهم يا ولي وانصرهم يا نصير، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالعربي بيبقى اصعب عليها من الكلام بالانجليزي. سبحان الله، اذا كان زمان كنت بتكلم عربي اكثر دلوقتي بتكلم انجليزي اكثر، خصوصا في الخطيئه والخواطر يعني. لكن هتكلم بالعربي عشان اخي تكلم باللغه العربيه وانا تكلمت هنا بالانجليزيه. ابونا والد نعيم وزكي انا تعرفت عليه هنا في الدار سبحان الله، زي ما تعرفت على اكثر الموجودين هنا في الدار هنا سبحان الله. جمعنا المكان، جمعنا يمكن انا قبل ما اخش الدار هنا كنت اعرف اخويا ياسر ومحمد اثنين ثلاثه بس بره، لكن سبحان الله جينا هنا الدار تعرفنا، تعرفت على اكبر الدار، تعرفت على زكي، تعرفت على الناس دي كلها، ناس حلوين واحمد مهم يعني. فاتفرجت تعرفت على والد نعيم وكان راجل طيب بصراحه اشهد له بذلك. الله يرحمه. كان يخش يسلم يعطي بهجه في المكان ما شاء الله. الله يرحمه. الله يرحمه. فيعني لكن طبعا عشان تعرف الاب اتفرج على اعرف الاصل، اتفرج على الفرع، الفرع كويس ان شاء الله الاصل كويس. فلما تعرفت على نعيم وزكي زي ما قلت الخطيره بتاعتي، الفرع جميل يحاول يسعى لقد استطاعته، يبتسم وهو داخل، يبتسم وهو خارج، يعطي البهجه في المكان ان شاء الله. ده هو طبيعتنا كمسلمين كلنا. انا سبحان الله كان واحد بيقول القبر هو الفاينل ديستنيشن. الحقيقه عندنا كمسلمين القبر ليس الفاينل ديستنيشن، على عكس ده ستيج، ده مكان بننتقل فيه عشان نقابل بعد كده حساب او الصراط وبعد نعم. اسمع المقاطعه بس، الامام بده يطلع في اكيرا بيضاء مسكره على الامام، خلينا نسكر في اليوم طبعا. اكيرا بيضاء مسكره على الامام. هو صح قريب من صاحب سبحان الله. كلمة final destination دي اللي دايما الأجانب بيقولوها الكلمة دي، الحقيقة عندنا كمسلمين احنا لازم نصلحها، هي مش final destination. القبر ليس final destination، القبر جزء من الحركة. final destination إن شاء الله الجنة، ده final destination بتاعنا إن شاء الله. يا سلام بقى لو final destination لفردوس،
ان شاء الله ده يعني امنيتنا ان شاء الله جميعا يعني نقول امين جميعا يا رب يجعلنا من اهل الفردوس ويجعل الفقيد من اهل الفردوس يا رب فنرجع ونقول ثاني زي ما قلت بخاطره بتاعتي الانجليزي بقولها لكم بالعربي الاب من احلى الحاجات اللي فيه اللي هو الامن والامان امان الحياه امان الدنيا يقف جنبك وقت الناس كلها تبعد عنك يعطيك من فلوسه رغم ان هو مش مفروض يعطيك لكن بيعطيك وهو مبسوط ويفرح لما تفرح ويزعل لما تزعل والكبار اللي هنا يعرفوا يعني ايه اللي انا بقوله ده في ناس كانت تزعل لما تفرح وتفرح لما تزعل لكن الاب لا يفرح لما تفرح ويزعل لما تزعل يعني ايه لما انت فرحان يبقى فرحان معاك يسعد باللي انت سعيد بيه يقف جنبك الاباء الجداد الشباب الصغير دول عندهم عيال صغيرين تلاقي ابنك بيجري وفرحان ما شاء الله انا دلوقتي جد اشوف حفيدي بيجري بقول فرحان يا سلام بيجري ولما يقع خلي بالي ده الاب هتعمل ايه الخطوه الجايه هتروح فين هتروح الجامعه ازاي هتكمل في حياتك ازاي هتتجوز سالت والدي سؤال مره امتى الاب يستريح قال لي يا ابني خلف ما يستريحش اللي خلف يفضل طول عمره وراء ابن عياله قال انا عليك لما تعيب والدك قال انا عليك لما تعيب حتى وانا كبير 50 سنه 60 سنه واحد زي حالاتي 25 سنه يا دوبك برضه ابويا يبقى زعلان خايف عليا مع اني ممكن اعيب وهكذا سبحان الله دايما الاب والام وراك بيحبوك ونفسهم يبقوا زي ما انت احسن واحد عشان كده الامان اوصي نعيم وزكي انا عارف انه فقدان الاب رغم انه كبير ممكن ما يكونش له تاثير عالي عنه لكن صدقوني الامان الصله باب الجنه كان موجود يدعي لكم ربنا يستجيب دعوه الاب ودعوه الام دعوته جايه عليك انت بقى دلوقتي تشتغل عليك انت دلوقتي تشتغل تسعى تعلم تسعى انك تعمل الصالح وتدعيه اخويا هشام كان بيقول لي دلوقتي كل الحسنات بتاعتنا جايه في نصيبه هو فهو لازم يبقى اعلى منك في الجنه فعليك انك تعمل كلنا علينا ان احنا نعمل عشان نعليه ونعلي نفسنا عشان لما نروح الجنه نلاقيه في الجنه ان شاء الله يا رب يا رب صلى الله اخر حاجه اقولها لكم من اهلنا جميعا انا عارف انه يعني انا طولت صوتي راح فين؟ صوتي عالي موجود ربنا يا ربنا يسترها معانا الاب بالذات من الناس اللي لا يعني يمكن الكبار اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما اسال الشيوخ ليه ربنا سبحانه وتعالى وصانا بامهاتنا؟ ما وصاناش باخونا حاجه غريبه فعلا يعني صح؟ وصانا الانسان عملته امه تلاقي دايما الدعاء امه ليه الاب تاني؟ الدعاء دايما اللي لما جاء حد ذكر امه رب يذكر الأب في القرآن كله المشكلة إلا في الآية قلتها دي بس وكان أبوهما صالحا لكن أم دايما بتذكر حتى في الأمثلة تطلب النساء ولا يطلب الرجال فلما سألت الشيخ ليه اشمعنى يعني فقال لي حاجة ظريفة قوي قال لي الأب بشكل عام أنت لما بتكبر وتعي توصل كام 13 تبقى مع أبوك تشوفه رايح فين جاي منين عينك عليه في كل خطوه فانت بتديله لاولادك كل التدريبات اللي انت عايزها فمش محتاج توصيه الام محتاجه توصيه ليه ان هي بتبقى موجوده في السن الاولاني اللي انت مش فاكره اصلا اللي انا بقوله ده عايز ايه انما عايز دايما نفتكر اهالينا ابونا وامنا احنا دلوقتي بنذكر ابونا عشان والدك لكن والدك او والدتك تذكرهم بالخير وتغفر لهم لو اخطاوا ان هم اخطاوا حبا فيك مش اخطاوا هم قاصدين ياذوك اكترنا بيبقى زعلان ابويا عمل كذا امي عملت كذا الحقيقه ابوك وامك بيحبوك لدرجه انهم عايزين لك الخير والصلاح بعض الاحيان وبعض الاباء وبعضنا وانا منهم باختك هو مش قاصد يوم فنهتم جميعا ان اهالينا بيحبونا واهالينا عايزين مصلحتنا خلاص اهم حاجه تدعي لابوك وامك تدعي لهم صبح وليل وتعرف ان الحديث اللي قاله اخويا دلوقتي وانا بقوله بعلمه الشباب اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث
ولد صالح يدعو لك، ده في ايديك. وتعلم احفادك، عايز تعلم اولادك انهم العلوم، تعمل ايه؟ تدعيهم انت. اوعى تيجي تعالى يا عمر ادعي، لا تعالى يا عمران ندعي انا وانت، اللهم اغفر لابويا يا رب. تدعي وتعلمهم، تعلم نفسك وتعلمهم وتعلم غيرك، ده اهم حاجه عندنا. تعرف ان ديننا دين تعليم، دين تدريس، دايما تكون قاعد تسكت، دايما تتعلم من شيخ ياسر، من دكتور امجد، من شيخ عباس، كل ده مدرسه او طبعا غيرهم. ومن امن على شاكلتهم، تتعلم وتحاول تعلم الناس اللي حواليك ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا اب وام عشان يخلي بالهم علينا، وانت دلوقتي اب واب واب وام تخلي بالك على اولادك، وعشان تذكر ابوك بالصالح زي ما ذكرت ابويا كده وجدي بالصالح، وجزاك الله خيرا. الله يكرمك، الله يكرمك يا رب، الله يجزيك الخير. انا ممكن ادعي بس عليك، حد عايز يقول كلمه؟ يا شيخ هشام، انا عشان ذكرت اسم اخويا ده حاجه ولا ايه؟ انا كل ما اذكر اسمك فول خلاص السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك ازيك والله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم. طبعا ربنا يقبل ابو زكي ويرحمه ويدخله في السجنات ويثبته عن السؤال ويجعل قبره بطمرين الجنه اللهم امين. انا طبعا اعرف نعيم وزكي من اول ما فتحنا الدار هنا من 2012، زي ما يكون ايهاب كان بيقول والده ابو زكي كان بيجي هنا، وما شاء الله عليه ربنا يغفر ويرحمه، كان بشوش جدا وبيجي يحضر معانا في الصلاه، و تذكر جيدا زكي ونعيم ما شاء الله عليهم ربنا يبارك لهم، كانوا يعني بياخدوا بايده دايما وكانوا صالحين معاه، واشهر دوب الطيب والفلاح ربنا يغفر له ويرحمه. وحتى يعني مش هقول المواقف اللي حصلت، بس يعني حتى في اعياد وكده هو ما شاء الله يعني كانوا واردين بيه جامد جدا جدا جدا، فان شاء الله ربنا يجزيه عنهم خير ويقعد ان شاء الله في اولادهم كده هو. آمين. ربنا يغفرهم عنه ويجزاكم الله خير. آمين يا الله. حكيت الله يجزيك، خلي مجال، خلي احد يدعو انا اؤمن ان شاء الله بعد اخوي. خلص وصلت الكاميرا عليك كل ما يلا انا وكلت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اغفر لوالدنا وارحمه وعافه واعف عنه، اكرم نزله ووسع مدخله، اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز برحمتك عن سيئاته، اجعل قبره روضة من رياض الجنه، احشره يا ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، اجعل معانه في مرضه في ميزان حسناته يوم القيامة، اجعله فرانا لسيئاته، اجعله تكفيرا عن سيئاته، اجعله رفعا لدرجاته، اللهم يا رب تقبله في الصالحين، شفى فيه القرآن والصيام يا رب العالمين، اللهم شفع فيه القرآن والصيام، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات جميعا، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولكل من كان له حق علينا، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه،
اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب. Thank you.